صدت الأشرفية وانقلبت حياة كتار. بلحظة حزن وخوف ووجع شالوا جينيفر من تحت الأنقاض. جينيفر جديد وبفضل العناية الإلهية خلصت من الموت وحاربت الوجع والإجرام، وإنما دفعت الثمن وثمن غالي. بعد المحنة اللي قطعت فيها زرنا جينيفر وعائلتها ببيتهم المؤقت، فخبرتنا والدتها عن الأوقات الصعبة اللي واجهوها. شالتها كبداية الأمر هي أختها، قطعتها أغلبية المرحلة، هو ربنا أعطاها، هو ما بعرف حتى بمرحلة لما صارت تصحت جينيفر من بين إيديها صارت تمسح الدم عن إيديها بالحيطان لترجع يخشن وإيديها تقدر تجرها. جينيفر أول ما فاتت كان عندها جروحات كبيرة، كان عندها الأوتار مقطشين، كان عندها نزيف بالرأس، العظمة مكسورة. كانوا خايفين لمن توعد جينيفر ما تتذكر، خايفين من شلل نصفي. حالياً جينيفر الحمد لله خضعت لعملية وصل الأوتار، عم تعمل فيزيوثيرابية، محسنة تمام، عاد في جلدها عم بيبزق زيز. في احتمال أنه عمليات التجميل تحسن وضعها؟ أنا ما بقدر أحكم بالموضوع، جروحات مش هينة، جسمها أكتر شيء وجع إيديا من هون كلهم وجهها من الميلة الأمامية. بتقلي ماما أنا مش فرقاني معي، أنا المهم مش ناقصتني لا إيد ولا أجل ولا، أنا مبسوطة بحالي لو بقيت هيك. وأوقات بتحسيها ماما أنا حلوة بدها ترضي حالها، ماما أنا بدي أبقى هيك، أنه طبيعي بعرف شو عم بيدور براسها. بتطلع بالمراية بتطلع على صورها كيف كانت، بس بينها وبين حالها جينيفر تبكي وبتبكي، يعني محروقة مضايقة حالها. شو خسرتوا من البيت؟ صرنا تقريبا كل شيء. ذكرياتكم كلها هونيك؟ أكيد. كيف تتخيل بيتك يكون بس ترجعي له؟ ما بدي يكون قصر، بدي يكون دافي لأولادي. احتراما منا لرغبة الأهل بعدم ذكر موضوع الانفجار أمام جينيفر، رح نعرفكن على جينيفر القوية لكل حياة وأمل. أنا بحب أرسم وصور أكتر شيء، بس أكبر رح أعمل فوتوغراف، حب صور يعني كل صور أهلي أنا أخذتهم. هيدي رسمتها أنا وشخص مر شربي. ليه رسمتها مر شربي؟ لأنه صار الشفيع. شو بتقولي للماما والبابا؟ أنا بحبهم كتير وشي نهار ما رح أتركهم وروح لغير محل. شايفة أنه عندك هامستر هونيك، مين جاب لك إياه؟ أجوني كادو. هيدا اللي ضعيفة سميتها أخ جوزيان. ليه؟ لأنه ضعيفة. هيدا أنا لأني ناصحة. حتى قبل الانفجار كانت جينيفر تحب الحيوانات. كنت جايبة عصفور صغير أحكي قدام وصار يحكي ويترغيب، ويوم الانفجار ما بعرف يعني إذا مات. جينيفر بإيمانها وحبها للحياة أصبحت رمز للتحدي. بقول عن حالة أنه أنا قوية وتحديت الشيطان لأن أنا بحبه يا شو عارفة أنه إيمانه بده يقوى. بحب كتير الحياة.